مختص في القانون الأستاذ الخميسي عثامنة، مرحبا بك، مساء الخير. مساء الخير سيدي فاضل. طيب، استمعت أستاذ للتصريح 900 شكوى وعرائض خاصة بمختلف حقوق الإنسان هنا في الجزائر تم التكفل بها من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هل يعكس هذا الرقم واقع حقوق الإنسان هنا في الجزائر؟ بسم الله الرحمن الرحيم سيدي الفاضل، وبالنسبة للقراءة الأولية انصح كبير، نقول أن فعلا من مهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو تصدي أو معالجة الشكاوى التي قد تتضمن في شق منها خلق لبعض حقوق الإنسان في الجزائر، أولا لإيجاد حلول لهذه الخروقات ومنع تكرارها والحد منها، وثانيا هو من أجل خلق آلية للتصدي لمثل هذه السلوكات التي تمس بحقوق الإنسان سواء على المستوى الوطني وتأثيراتها أيضا على المستوى الدولي. نقول أن هذا دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والعدد الهائل للشكاوى يدل على أن فعلا الجزائر كانت في حاجة إلى آلية وإلى مؤسسة تتكفل بهذا الجانب المرتبط ارتباط كلي بحقوق الإنسان، تفاديا للكثير من الانتقادات التي وجهت إلى الجزائر في مجال حقوق الإنسان. طيب، في هذا الإطار بقدر ما يعكس أيضا تفضل وصل فكرة أستاذ، بقدر أيضا ما يعكس على أن هذا العدد يدل على هذا الفراغ الذي كانت تعيشه الجزائر، والذي نتمنى بكل جدية وبكل صدق أن يغطي المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا بشكل جدي، لأن التصدي والمعالجة للشكاوى لا تعني الحلول دون خرق لحقوق الإنسان أو التصدي لحالات الخرق التي قد توجد في الجزائر. طيب، 900 حالة هذه بالنسبة للحالات المصرح بها، ناهيك عن الحالات التي لا يتم التصريح بها بحكم عدة ظروف تعلمها ونعلمها جميعا أستاذ. طيب، بالنسبة للنقطة التي تكلمت عنها وهي مهمة جدا، تتعلق بالتقارير التي يتم على أساسها أو على أساس معطيات قد تكون في غالب الأحيان مغلوطة يتم تصنيف الجزائر في تقارير تكون صادرة عن منظمات حكومية ودولية، كيف يمكن للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لعب دور يمكن من تصنيف الجزائر في مكانة تليق بها في مثل هكذا تقارير؟ فيما يتعلق بحقوق الإنسان سيدي الفاضل، كل دولة وكل مجتمع أعتقد أنه حتى على المستوى الدولي هو أحرص، يفترض فيه أن يكون أحرص على حقوق أفراده من غيره من الدول. يعني أن المواطن الجزائري دولته والمجتمع نتاعو يكون أحرص على حقوقه من دول أخرى، لأن الدول الأخرى عادة ما تستغل حقوق الإنسان لأغراضها الخاصة. ولكن الشيء اللي نتمناه بالنسبة لحماية وترقية حقوق الإنسان، واللي نطالب به دائما واللي في بعض الأحيان يفسر تفسيرات سيئة، نتمنى للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه يلعب دور جدي وأنه يسد الفراغ اللي كان موجود، كما نتمنى أنه تكون فيه أيضا هيئات أخرى ليست حكومية تنشط في مجال حقوق الإنسان أيضا تساعد في هذا الإطار، لأن الغرض والهدف كله هو حماية حقوق الفرد الجزائري وحماية حقوق الفرد الجزائري من جميع الاختراقات سواء من جانب المؤسسات أو من جانب الدولة أو من جانب الأفراد، هو دور مهم نتمنى أنه يلعبه المجلس الوطني بالإضافة إلى هيئات أخرى غير حكومية، لأن شئنا أم أبينا. طيب أستاذ، نشكرك على هذه المداخلة.